الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد للعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. طبعا شنو هذا؟ تعال اقترب يا صديقي. اليوم جبنا لكم شاحنة مان. هذا المان طبعا كل اصدارات انا دا انزل عليكم. هذا المان شباب 2021 وجميلة جدا، وشاحنة جاهزة. عمري شاحنة جاهزة، انت بس تغير التايرات فقط والباقية ما يخلي تغير اي شيء. ومود المحرك بتاع الصوت كل شيء معاها موجودة. هسه بعدين شوية نمشي تابعوا الصوت ماله، وبعدين اذا عجبك حمل. يعني هو هذا المان كل اصدار اني دا انزله عليك. شاحنة جميلة جدا. الو الو، وهذا الداخلية، هذا الداخلية ماله. دقيقة اسوي زوم زوم، هذا زوم مهمة. يلا لا لقل الليل لقل لقل لا لقل الحال. اوكي ثانك يو. روحي، هذا الشغلة زوم، هذا هو هذا الشغلة. الله، الصوت كل شيء معها موجود. وراح برا، حتى هذا هو كاميرات، كله كاميرا. هذا الشاحن كل شيء يمين يسار كل شيء مكان ماله كاميرا. يلا حبيبي يلا، سريع حلو. شعلي الصوت يمي على موت انا. السوبر والله. هذا كاميرا شباب، اوريكم المنطقة او تحبون تشوفون المان. يلا يلا اوريكم المنطقة بعدين نشوف المان. هذا كاميرا طبعا، هذا اصدار 1.45. ابو قلبي، اريد منكم كم اشخاص يريد المحاكي الشاحنات الامريكية هسه؟ لي هذولهم الاشخاص اللي انا بعرفها هم اربعة. اذا وصلت على مثلا 10 نفرات 15 نفر، حتى كمان انزل المحاكي الشاحنات الامريكية عليكم. لأن بصراحة ما أريد كل مرة أخزن الألعاب. حبايب قلبي، كل إصدار أنا دا أنزل الخرائط عليكم واللعبة وخريطة الوطن العربي، كل شيء يعني يمي مخزونة، يعني مكان التخزين ماكو. والله إذا أشوف إذا 15 نفر يكتبون بالتعليقات أخي علي نزل محاكي الشاحنات الأمريكية، إذا أشوف على الأقل 15 أشخاص أنزل عليكم، ماكو مشكلة. ايه، لان مكان التخزين يمي خلاص. والله الله خوش منظر مو. يلا نطفي شاحنة ونقول له انتر. هسه هو يسوي كاميرا كمان، اني كمان مثلكم نتابع هذا المنظر بتاع هذا المنطقة. ليلي الله جميل جمال. والله حلو يا ابو حلو. طبعا هذا النسخة المكركة، اني اعطيتكم قبل يومين ملفاتي وشروحاتي قوية، والعالم الحمد لله العالم راضيون مني، بس المشكلة لايكاتكم قليلة. منظر جميل، شوف الكاميرا منين طلعت، شوف اللقطة كيف يعني طلعت من هذا الشبكة الحديدية. اجواء جميل جميل. يا ريت اني يم هذا البر قاعد، معايا طنجرة، معايا قازون تمن وفاصوليا،
مع شوية صدر الدجاج، لأن أنا ما أحب اللحم كثير. الله والله شباب ما شاء الله، هذا المنطقة جميلة جدا، جميل جميل جميل. أوه هذا شرح ولا؟ يلا يلا توكل 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 على الله، بسم الله على بركة الله. طبعا شباب انا خليت واحد مود، هو هذا المود اضافي، المود اضافي بتاع المحاكي الشاحنات يصير فروع زيادة، يعني يطلع الفرع زيادة اكتر، ويطلع العالم يمشون بالشارع اكتر. هذا المود اذا بعطيكم لازم انتم عندكم كمبيوتر قوي، لان بعدين يعطيك لاك. هذا المود العالم، يعني كثير اشياء يظهر بالداخل المحاكي الشاحنات تبع، يطلع اكثر واقعية. يشوف كل مكان بها عالم، اكو عالم هيجي عجايز عجوز على اساس يمر بالشارع بها عصا بيدو، هذول ما اني بضربها دوس، حتى غير مرة ما يجي على الشارع. جماعة اونلاين اذا تحبون عملون هذا المان ونلعب اونلاين. يا صديقي يا ايمن ورامي وحسن، حملوا هذا المان. هذا المان لما تحملها خلي الرابط مباشر كالعادة، هو لما تعطيه فك الضغط يطلع واحد ورقة ابيض فقط، وشاحنة جاهز بدون تعديلات بدون اي شيء. هسا اوريكم، خلينا احنا نمشي شوية. والله أنا شوية مستمتع على هذا الشارع، جميلة جميلة. روح يا شرف، قد سريع يمشي هذا، نحن بالداخل ما نعرف. طلقة يا با طلقة، طلعت هذا مان يا با. والله هذا الشاحنة مستحق أطق واحد صورة على هذا الجسر المعلق. سلام يا سلام، بس ليش أنا لحالي بالشارع؟ تعال نعطيه لون، الوان اعطينا تمام، هكذا جميل. اي صفحة شباب هذا؟ هكذا يابا ما شاء الله، هكذا واحد نخليها هيك وجه لوجه. روح يا شرودي دوس يا ملك الشاحنات. طبعا احنا كنا محبين المان شباب. يلا هناك بوقف، نبدي من شرح البسيط، بعدين اني بلعب لحالي، او نفتح البث المباشر خلي رامي يجي جامعة اونلاين. حبيب الشاحنة واحد ورقة، وثانيا شاحنة جاهزة ما يريد لا تعديلات ولا شيء. يلا نبدي من الشرح. عمو اذا تحمل الملف يطلع الشكل ماله هكذا، يظهر بصيغة موت، تدوس نعم الشاحنة مالتك هكذا يظهر. شاحنة قلت لكم جاهزة، ما يريدون منك اي شيء، كل اصدار انزل هذا الشاحنة مفهومة، حتى الاسباخ ما اريد منك اي شيء. وطبعا انت تحب هكذا مثلا، هكذا او هكذا، فسفوري مثلا هكذا. شوف كم جميل، يعني هذا الشان شو يصير، نخلي احمر دم الغزال ويوبو، صرت شبح ليلي شبح ليلي. هذا شو المحرك عمري، المحرك هذا بتاعه تجيبه على هذا، هذا يصير صوته حلو مثلي.
والجير كمان تجيبه تروح تحت تجيبه على هذا الجير والباقية عليك. هو هذا ما يريد منك أي شيء، التايرات أنت تسوي تايرات بكيفك شلون ما أنت تتحب، بس التايرات تقدر تغيرها، أو الداشبول ما تقدر تسوي أي شيء، حتى هذا الدركسيون ماكو. شاحنة جاهزة جميلة جدا وخفيفة لما تحملها، وحتى إذا الكمبيوتر مالتك ضعيفة كمان تقدر تلعب، يعني الأمور ماشية زين. مفهومة؟ يلا عمري دقيقة، شنو يلا عمري؟ وين يا عمري؟ يا الله بسم الله ما شاء الله، والله يا بمش يعني جرافيك حلوة، شوف الأوراق جميل. يلا شباب مبارك عليكم، أهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك زين، وثانيا مثل ما أني قلت لكم اكتبون بالتعليقات كم أشخاص يريد المحاكي الشاحنات الأمريكي علقا، 15 أشخاص 20 أشخاص، حتى بقدر أنزل عليكم وأحملها زين. يلا فيما لا الله معاكم.